اليوم المختبر الثالث راح نتكلم به عن Erythrocyte Sedimentation Rate اللي المختصر مالته ESR. هذا الفحص يكون واحد من أهم الفحوصات بمختبرات أمراض الدم، ودائما نسمع عنه إنه يطلبوه خصوصا للناس الكبار بالعمر، فراح ناخذ فكرة عنه اليوم. الـ ESR اللي هو Erythrocyte Sedimentation Rate is a common hematological test، هو فحص من أمراض الدم يكون common يعني شائع، for non-specific detection of inflammation. شنو الهدف من هذا الفحص؟ الهدف هو التحري عن الالتهاب العام بصورة عامة بالجسم، هل أكو inflammation لو ما أكو inflammation that may be caused by infection. شنو سبب هذا الانفلاميشن اللي هو التهاب بالجسم؟ قد يكون infection اللي هو العدوى، الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية أو فطرية إلى آخره، أو قد يكون سبب some cancers بعض الأمراض السرطانية، أو certain autoimmune disease بعض الأمراض المناعية الذاتية مثلا السكري النوع الأول، التهاب الكبد المناعي إلى آخره من الأمراض. الـ ESR can be defined as، شلون إحنا نجي نعرف الـ ESR؟ تعريف الـ ESR هو a measurement of the rate at which RBCs or erythrocyte settle from the plasma in anticoagulated blood. المختصر مال ESR كتعريف هو قياس معدل ترسيب أو استقرار الـ RBC اللي هي كريات الدم الحمراء لما تكون بالبلازما ويكون الدم anticoagulated وخارج جسم الإنسان. يعني إحنا راح نسحب عينة من الدم وراح نخليها بمكان محدد بتيوب محدد ونشوف المعدل اللي راح تترسب بالـ RBC كريات الدم الحمراء. كل ما يزيد الترسيب زيادة السرعة ما ترسيب الـ RBC أو استقرارها حسب الجاذبية أو وزنها راح يكون أكو مؤشر أنه أكو التهاب أكثر بالجسم. It can be used to monitor disease activity. ممكن استخدام هذا الفحص حتى نتابع الفعالية المرضية. مثلاً عندنا مرض ومن خلال هذا المرض راح ترتفع القيمة مال ESR، فإحنا نريد نتابعه كل شهر، هل المرض ده تزيد الشدة مالته لو ده تبقى مثل ما هي لو ده تقل، فمن خلال ESR نقدر نعرف شنو اللي ده يصير بهذا المرض. أو ممكن شخص نعالجه نبدي نعطيه علاج ونشوف الاستجابة مالته، هل قل الانفلاميشن لو لا، بهاي الحالة يفيدنا بالresponse to therapy الاستجابة العلاجية. شنو الأمراض اللي يفيدنا بالاستجابة العلاجية؟ عندنا واحد من الأمراض اسمه temporal arteritis، هو التهاب الشرايين اللي موجودة بالرقبة، يعني التهاب الأوعية الدموية اللي تغذي الجمجمة بالدم ويكون مصدرها من القلب، فصار عندنا مشاكل بهاي المنطقة. أو systemic vasculitis لما يصير عندنا التهاب بالأوعية الدموية بالجسم كله، كل شيء systemic معناها شامل للجسم كله. فهاي الحالتين تفيدنا اللي هي الالتهاب أوعية دموية، يفيدنا متابعة العلاج من خلال الـ ESR إنه هل هو فعال ولا لا. وأخيراً polymyalgia rheumatic as well as lupus، هذول المرضين الأخيرين، الأول اللي هو polymyalgia rheumatic اللي هو التهاب المفاصل الرثوي اللي يكون عادة بمكان منطقة الكتف أو المفاصل الكبيرة، وأيضاً مرض اللوبوس اللي هو التهاب الأنسجة الرابطة connective tissue inflammation. ذول اثنين هم الأخيرين هم autoimmune disorders أمراض مناعة ذاتية. principle شنو مبدأ العمل مال هذا الفحص؟ عندنا when a sample of blood is placed in a tube the red blood cells normally settle out relatively slow leaving little clear plasma. لما نخلي sample مال دم بتيوب ونعوفه نتركه الـ RBC راح تبدي تترسب بصورة جدا بطيئة slowly leading to أو leaving little clear plasma، فقط قليل من البلازما راح يبقى لنا ظاهر بالتيوب من فوق. The red cells settle at a faster rate، عندنا الـ RBC راح تترسب بسرعة أكثر لما يكون عندنا شنو؟ لما يكون أكو presence of increased level of proteins، لما يكون أكو زيادة بالبروتينات بالدم بصورة عامة راح تترسب أسرع هاي الكريات الدم الحمراء، خصوصاً الـ CRP اللي هو أهم بروتينات اللي تزيد بالإنفلاميشن ويسموها Acute Phase Reactants، يعني البروتينات اللي متفاعلة بالأكيوت فيس أو الطور الحاد من الإنفلاميشن. النوع الثاني من البروتينات هو الفايبرينوجين، عندنا بروتينين CRP وفايبرينوجين، هذول زيادتهم
تكون مؤشر على وجود inflammation بالجسم. فتأثير هاي الزيادة راح يسرع من ترسيب الـ RBC، فإحنا نقدر ببساطة من هذا الفحص البسيط نعرف إنه أكو inflammation لو ماكو، بدل ما نيجي نقيس الـ CRP ونقيس الـ fibrinogen وفت فحوصات معقدة. أول دليل هو الـ ESR، أكو بي زيادة أكو inflammation، نكمل بالتشخيص. ماكو بي زيادة إذا نشوف شيء ثاني نشخص من خلاله. الميكانيزم أوف أكشن، شنو ميكانيكية الفحص هذا؟ عندنا الـ ESR is determined by the interaction between factors. ملخص الـ ESR إنه هو يتحدد، القيمة مالته تتحدد من خلال تفاعل بين فاكتورين. الأول اللي هو promote sedimentation، يحفز لنا الترسيب، اللي هو الفايبرينوجين. والثاني الفاكتور الثاني اللي هو resist sedimentation، يعني راح يقاوم الترسيب. السبب إنه أكو مقاومة للترسيب مع الـ RBC هو negative charges of the RBC. كل كرية حمراء، كرية دم حمراء، أكو محيط بيها من الخارج شحنات سالبة، فبالتالي كل RBC لما تصطدم بـ RBC ثانية راح يتنافرون، فهذا الشيء ما راح يسبب إلى أن هم يترسبون. فهاي الحالة يصير عندنا مقاومة للترسيب. Normally RBC settle down slowly، قلنا إحنا بالعادة أو بحالة طبيعية الـ RBC راح تترسب بصورة طبيعية أو بطيئة جدا، as they do not form ROLU and they gently repel each other due to the negative charge on their surface. عادة الترسيب يكون بسبب تكوين فد شي يسمو فد جزيئة أو فد تركيب، خلينا نسميه عبارة عن شكل متسلسل من الـ RBC وحدة مرتبطة بالثانية. هذا الشكل هو مصطلح يسموه رولو، اللي هو جمع مال ار بي سي. الاكس هنا تكون سايلنت مثل اللفظ، فكل ما يكون اكو كتل كبيره بالحجم من الار بي سي راح تترسب اسرع. فبالحاله الطبيعيه هذا الشكل او هذا التركيب ما يتكون، فتبقى الار بي سي مفرده وتترسب على راحتها. رولو ار ستاكس اوف ماني ار بي سيز ذات بيكم هيفير اند سيتل داون فاستر. هذا التركيب اللي هو اسمه رولو هو عبارة عن كتل أو تكديس من الـ RBC تصبح أثقل وتستقر بسبب الجاذبية بشكل أسرع. بلازما بروتينز especially fibrinogens adhere to the red cell membrane. جزيئات البروتين وخصوصاً الفايبرينوجين راح ترتبط بسطح الـ RBC و neutralize the surface negative charge، راح تعادل لنا الشحنة السالبة اللي موجودة على سطح الـ RBC. بهذا الشيء راح يصير عندنا promote cell adherence، راح تحفز لنا التصاق الـ RBC وحدة ويا الثانية، و رولو formation، تكوين الرولو. هاي الصورة اللي أمامكم، الفرق بين single RBC لما تكون مفردة موجودة بالتيوب، ولما تكون بهيئة الرولو اللي هو مثل ما تشوفون عبارة عن تكديس من الـ RBC واحدة ترتبط بالثانية بسبب انعدام الشحنة السالبة وبسبب وجود جزيئات تحفز من الارتباط مثل الفايبرينوجين. عندنا عدد من الطرق لتحديد الـ ESR، طبعا هن هواية بس احنا ذكرنا لكم فقط اثنين اللي هن المهمات والأكثر شيوعا. الأولى اسمها Weintraub's method. This method uses Weintraub's tube، عبارة عن tube، عبارة عن narrow glass tube، انبوب زجاجي ضيق، closed at the lower end، يكون مغلق من النهاية السفلية فقط. The Weintraub's tube has a length of 11 centimeter، طول هذا التيوب هو 11 سنتيم، وعنده internal diameter of 2.5 millimeter، القطر الداخلي إلى هو 2.5 millimeter. It contains 1 ml of blood، راح يحتوينا على 1 ml من الدم. The marking is 0 at the top and 10 at the bottom of ESR. بعلامات أو تأشيرات اللي هي 0 من الأعلى من القمة مال هذا التيوب و10 بالنهاية أو بالقعر مال هذا التيوب. This tube can also be used for PCV. تذكرون بالمختبر السابق احنا ذكرنا الـ PCV شلون احنا نحصله من انه نفصل البلازما عن الـ RBC بسبب فعل السنترفيوج. فهنا أيضا ممكن نستخدمه لما ندخله بالسنترفيوج. The marking is 10 at the top and 0 at the bottom for PCV. إذا أريد نستخدمه لل PCV راح يكون الترقيم مالته بالعكس. شنو المتطلبات حتى نسوي الـ ESR بهاي الطريقة؟ عندنا anticoagulated blood 1 ml of blood in EDTA tube.
دم محفوظ بتيوب اي دي تي اي بماده مانعه للتخثر اللي هي الاي دي تي اي، واحد مل كلش كافي. نحتاج باستور بايبيت حتى نسحب الدم من التيوب ونحوله للتيوب مال وينتروب، والتايمر نحتاج مؤقت اللي هو ينطينا وقت ساعه كامله يلا تكفي انه نكمل التحليل، ونحتاج وينتروبز تيوب وينتروبز ستاند اللي هسه راح نشوفهم بالصوره الجايه. البروسيجر اولا ميكس ذا انتي كوغولييتد بلاد ثرولي، مجرد ما احنا ناخذ الدم من السرنجه للتيوب راح نسوي له ميكسينج حتى يرتبط ويا الماده المانعه للتخثر. By using Pasteur pipette, fill the Wintrobs tube up to the zero mark. There should be no bubbles in the blood. يجب عدم وجود أي فقاعة بالتيوب، ولازم نخلي الليفل مال البلد إلى حد الماركة أو العلامة صفر، ما يصير أكثر أو أقل. Place the tube vertically in Wintrobs stand and leave undistributed for one hour. نحول التيوب اللي مليناه بالدم إلى الستاند مال وينتروب، ونتركه لمدة ساعة، بعدها نجي نقرأ النتيجة. At the end of one hour, read the result. بعد نهاية الساعة راح نجي نقرأ النتيجة. هاي الصورة اللي أمامنا هنا هو الوينتروبز تيوب والوينتروبز ستاند. إذا تلاحظون على اليسار الصورة موجودة الصفر من فوق والعشرة بالأخير، وبالنسبة للأرقام اللي العشرة تكون فوق هاي تكون للـ ESR عفوا للـ PCV حصراً، إنه إحنا نقرأ بيها الـ PCV. الطريقة الثانية Westergen's method. هاي الطريقة it is better method than Wintrobs method، هي أفضل من الطريقة السابقة. The reading obtained is magnified as the column is lengthier. القراءة اللي نحصلها هنا تكون مكبرة أكثر، هناك إحنا قلنا من 0 إلى 10، هنا أنا راح تكون أكثر اللي هي بالمئات، يعني الأرقام عفوا بالعشرات، بسبب إنه هذا العمود هنا يكون أطول. The Westergen's pipette is open at both ends. ممكن أن تكون ال Westergen tube أو pipette مفتوحة من النهايتين. It is 30 سنتيمتر in length and 2.5 millimeter in diameter. Marked with 0 at the top and 200 at the bottom. نفس الفكرة أنه الصفر يكون من فوق والميتين تكون من الأسفل. It contains about 2 ml of blood. راح يحتوينا 2 ml من البلد. شنو المتطلبات هنا؟ نحتاج anticoagulated blood. هنا فكرة الدم لازم نضيف له في شيء ثاني اللي هو trisodium citrate. بالإضافة إلى الانتيكواجولنت الأصلي إحنا ممكن هنا نستخدم الترايسوديوم سترايت، ويكون الإضافة مالته 0.5 مل بتركيز 3.8%، ونحتاج 2 مل of blood. نحتاج أيضا الويسترجن بايبيت اللي هي glass or plastic، تكون عبارة عن زجاج أو مادة بلاستيكية، ونحتاج ويسترجن ستان وربر بولب اللي هو سكر، هذا يكون موجود بالأخير. هسه نشوف الصورة أيضا. البروسيجر أول شيء راح نمزج الانتيكواجوليتد بلاد بصورة جيدة. اثنين راح نسحب من الدم ونحوله إلى التيوب إلى الحد الماركة أو العلامة صفر with the help of rubber bulb. ثلاثة wipe out blood from bottom of the tube with cotton. راح نمسح الزيادة من الدم إذا صار على التيوب بالقطنة. Set the tube upright in a stand. وmake sure the pipette fits snugly to eliminate possible leakage and that the pipette is in vertical position. نحول التيوب إلى الستاند ونتأكد إنه هو صار بفت، يعني ثبت بمكانه بصورة صحيحة حتى ما يصير بأي تسريب للدم، ونضمن أيضا إنه هو صار بصورة عمودية vertical position. Leave the tube undistributed for one hour. وبعد نهاية الساعة راح نجي ونقرأ النتيجة. شوفون الصورة هنا، عندنا الويسترجن تيوب هاي أبعاده موضحة 20 سنتيم الماركينج ماته، وعندنا 30 سنتيم ارتفاع الكلي، والراك ماته اللي هو على اليسار هذا يتحمل أكثر من سامبل، هنا عندنا مال 6 سامبلات. التيوب بعد أن نمليه بالدم راح نحوله أو نثبته على هذا الستاند ونتركه لمدة ساعة.
وهاي ببساطة البروسيجرات، ما بيها أي شيء صعب. شنو الفاليوز أو النتائج الطبيعية مال ESR؟ عندنا عادة تقاس الوحدات مال ESR بوحدات المليمتر على الساعة، يعني شقد صار أكو ترسيب خلال مدة زمنية اللي هي ساعة. النساء اللي عمرهم أقل من 50 سنة يجب أن يكون الـ ESR بين 0 إلى 20، هذا نحكي بالحالة الطبيعية اللي ما عندهم أي مشاكل صحية. أما بالنسبة للرجال يجب أن يكون بين 0 إلى 15 مليمتر على الساعة، وهاي أيضا بالنسبة للحالة الطبيعية يكون الشخص healthy ما بي أي مشاكل صحية. ومن over age 50 أو 50، النساء اللي عمرهم فوق 50 لازم يكون الـ ESR بين 0 إلى 30. يعني شوفوا إذا جيتكم رأي المختبر وأول شيء سألتوها عن العمر قالت لكم مثلا 53 وطلع الـ ESR 30، هنا يعتبر طبيعي، يعني لا تخافون، هي صح الرقم عالي لكن بعده يعتبر طبيعي بسبب أن عمرها أكبر. أما الرجال فبعد عمر 50 الطبيعي أقصى شيء يكون به هو 20 مليمتر على الساعة. أما بالنسبة للأطفال لازم الـ ESR مالتهم بين 0 إلى 10 اللي هو أقل رقم بالطبيعي، قلنا أي زيادة معناها أكو inflammation بالجسم. clinical application، شنية التطبيقات السريرية لهذا الفحص؟ الـ ESR راح يكون بزيادة بعدد من الأمراض، لما يكون أكو زيادة راح نعرف إحنا دخلنا بالتشخيص حددنا عدد من الأمراض نجي ندور عليها واحد واحد. أولاً الحالات المزمنة chronic condition such as rheumatoid arthritis and tuberculosis، التهاب المفاصل الرثوي والتدرن أو السل الرئوي، هذول الحالتين يكونون مزمنة، مجرد أن الشخص أصيب بهاي الأمراض راح تصير الحالة مالته مزمنة، دائماً أكو جسمه بي inflammation فدائماً راح يكون عنده الـ ESR عالي. المرض الثاني الـ cancer of a certain type، السرطانات اللي هي محدد لأنواع معينة من الـ white cells كريات الدم البيضاء، مثلاً عندنا الـ multiple myeloma اللي هو مرض سرطاني يصير نتيجة زيادة أو طفرة بالبلازما سيل فتصير بيها زيادة. فهنا عندنا البلازما بروتينز ار abnormal، كل خلايا البلازما سيل راح تنتج لنا بروتينات أكثر، فبالتالي راح يصير عندنا بروتينات أكثر بالدم ويترسب الـ RBC بصورة أسرع. ثلاثة أنيميا اللي هو فقر الدم، تخيلوا مجرد شخص صار عنده فقر بالدم راح تترسب الـ RBC أسرع، السبب أنه هي الـ RBC أصلا قليلة بالجسم قليلة بالدم، يعني راح تكون كلش حرة وقليل عددها فبسرعة تترسب. الحالة الرابعة kidney disease اللي هي أمراض الكلى، والحالة الخامسة autoimmune and inflammatory disease، أي شخص عنده أمراض التهابية أو مناعية ذاتية راح يصير عنده زيادة بالـ ESR. الحالة الأخيرة اللي هي pregnancy، الحمل راح يسبب لنا زيادة بالـ ESR. إيش وقت يصير عندنا نقصان بالـ ESR، يعني نقصان كلش abnormal؟ عندنا any disease that changes the shape and size of the red blood cell decreases the ESR. Also the disease that causes the body to make less protein or extra RBCs decreases the ESR. شنو الحالات اللي يصير بيها نقصان؟ يعني نقصد من نقصان إنه مثلاً طلع 3 ESR أو طلع 4 أو 5، وهو المفروض قلنا يكون بالحالات الطبيعية يوصل إلى 20 أو 30 حسب عمر الشخص. فأي مرض بنقصان بالـ ESR معناها أكو تغيير بشكل الـ RBC ما راح تترسب بصورة صحيحة، أو أكو عندنا نقصان كلش حاد بالبروتينات فبالتالي ما راح تترسب أي RBC. مثال على هاي الأمراض عندنا sickle cell disease، أمراض فقر الدم المنجلي اللي هو يصير شكل الـ RBC منجلي فبالتالي ما راح تترسب بصورة صحيحة. أو polycythemia اللي هو مرض زيادة الـ RBC، أو congestive heart failure أمراض الفشل أو الفشل عضلة القلب أو احتشاء عضلة القلب اللي هو القلب ما يضخ الدم بصورة صحيحة فدائما أكو نقصان بالكمية مع الـ RBC. precautions شنو عندنا
الاحتياطات اللي احنا لازم نسويها حتى النتيجة تطلع مضبوطة مال فحص الـ ESR. عندنا while collecting the blood, prolonged tourniquet application should be avoided as it leads to heme concentration. شنو معنى هاي الجملة؟ انه احنا لما بدنا نسحب دم التورنيكا من نخليها على الايد لازم نتجنب انه تبقى لفترة طويلة، بسبب انه الدم راح يتركز بالمنطقة اللي احنا راح نسحب من عندها او بالوريد اللي احنا راح نسحب من عنده اللي هو ما قبل التورنيكا، راح يبدي ينضغط الدم ينحبس، فبالتالي راح يصير عندنا زيادة من الار بي سي هنا بهاي المنطقة، فمن نسحب الدم راح يكون كأنه الشخص هو اساسا مصاب بالبوليسايتيميا او الزيادة بالار بي سي، فراح ينطيني نتيجة غلط. 2 the blood samples should not be hemolyzed. إذا سحبنا دم وصار به هيمولايسيس تحلل عندنا الـ RBC اللي موجودة بالسامبل، ما راح ينطيني أي نتيجة، راح يبقى ينطيني صفر. فأني شلون يعني هنا لازم أتأكد إنه الدم ما صار به هيمولايسيس. The room temperature must be in a range from 18 to 22 centigrade. لازم درجة الحرارة من 18 إلى 22 بالمختبر اللي راح أشتغل به هذا الفحص، ما يصير الدرجة 40 وأجي أشتغل، ولا درجة 3 أو 5 وأجي أشتغل، كل هذا راح يأثر على معدل الترسيب. النقطة الأخيرة، the bench on which tubes stand in place must be the place of one must be free from vibrations because it prevents rollo formation. هاي النقطة كلش مهمة، إنه أني المكان اللي راح أخلي بيه التيوبات حتى تستقر لمدة ساعة ما يصير عندي مثلاً جهاز سنترفيوج مشتغل قريب عليهم، لأنه راح يسبب لي vibrations اهتزازات على البنج. هاي الاهتزازات راح تمنع إنه الرولو يتكون اللي هو التكديسات مال آر بي سي أو التجميعات، فبالتالي ما راح ينطيني نتيجة صحيحة للإي إس آر. هاي الفاكتورات كلها إذا ما أخذها بنظر الاعتبار بتطبيق الفحص، فأني راح أكون ما متأكدة من النتيجة اللي أنطيها 100%. هسه خلاص عدنا المختبر، كملنا شرح، راح نجي نناقش أو نسأل، نشوف شنو عندكم أسئلة أو ملاحظات على المختبر.